هنقدم دلوقتي حالا انعقاد المؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات. غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات وبنتابع العمل عن كسب. احنا كل اللجان الفرعية بالفعل تم الفتح، آخر لجنة تم فتحها اللجنة 28 في الوراق، كانت الساعة 10 وتلت، وكان نتيجة حدوث بس حادث للسيد رئيس اللجنة، ولكن الحمد لله تم الوصول للجنة وتم فتحها. أنا تلقيت شخصيا شكوى من أحد المواطنين بأن في مدرسة لجنة فرعية 83 مدرسة شهيد سامي شاهين في الصنافين منيا القمح شرقية بعدم الفتح، وتواصلت مباشرة مع رئيس اللجنة وتبين أنه هو متواجد وبيباشر العمل ووجود ناخبين. الأمور تجري على قدم الوساق، في إقبال ملحوظ مش كثيف بس ملحوظ ان في اقبال في اليوم الثالث. احنا مستمرين ان شاء الله حتى نهايه اليوم الساعه 9 مساء لتمكين كافه المواطنين بادلاء باصواتهم، وبشكر كافه جموع الناخبين من النزول، وبدعو كل المواطنين للمشاركه والنزول حتى تمام الساعه 9 مساء اليوم ان شاء الله. صباح الخير على حضراتكم. معالي المستشار ابو عظيم بيه العشري رئيس لجنه اسم اول المنصوره، سيادتك حطنا ايه الموقف عند حضرتك وكل اللي جانا عند حضرتك انتظم العمل فيها؟ لا اكيد سياده المستشار، اولا بنشكر الجهد العالي اللي معالي القائم بيه والساده الزملاء الاقادم. اللجنه الاولى اسم اول المنصوره 45 لجنه فرعيه، العمل منتظم والحمد لله رب العالمين. اليومين الماضيين سياده المستشار في كثافه عاليه جدا من السيده الحكومه، وما عندناش اي مشكله. طيب يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك، واحنا متابعين مع حضرتك ان شاء الله حتى نهايه اليوم باذن واحد احد. شكرا فندم. معالي المستشار اسامه بيه الغندور رئيس لجنه اول، رئيس اللجنه العامه اول للزقازيق. صباح الخير يا فندم. المايك يا باشا، المايك يا فندم. الحمد لله سعادتك. السلام عليكم. الحمد لله الامور مستقره والعمل تم من قبل الساعه 9 ان شاء الله، البهوات كانوا موجودين والعمليه الانتخابيه تسير على اكمل وجه باذن الله الرحمن بدون موقعات ان شاء الله. عدد اللجان الفرعيه اللي عند سيادتك يا فندم؟ اللجان الفرعيه 17 ساعه وتم فيها العمل من الساعه 9 تمام يا فندم، بدون اي معوقات والامور تسير على اكمل وجه الحمد لله. شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا للساده القضاه المشرفين والجهد مبذول، شكرا يا فندم. مع المستشار احمد بن نجار رئيس لجنه العامه اول كفر الشيخ. مع المستشار محمد بيه ابو الخير اسم اول شبرا الخيمه. احمد بن نجار معانا. ايوه فندم. اتفضل يا فندم، سيادتك رئيس اللجنه العامه اول كفر الشيخ. عدد اللجان الفرعيه التابعه لاشراف سيادتك. اللجنه الفرعيه الحمد لله بتوفيق ربنا تم فتح اللجان في مواعيدها والعمل يأتي تمام يا فندم، شكرا جزيلا ومتابعين مع حضرتك. شكرا. مع المستشار محمد بيه ابو الخير رئيس اللجنه العامه اول شبرا الخيمه. صباح الخير احمد بيه. صباح الخير يا فندم، الموقف عن سيادتك ايه؟ احنا هنا لجنه اسمها اول شبرا الخيمه قوامنا 47 لجنه فرعيه 435,000 ناخب، العمل مش كبير وكويس جدا، حضور يشهد كثافه يعني سابقه في سابقه يعني في هذا الحضور، وان شاء الله الجهد كلها مستمر وتعمل بانتظام من فتح اللجنه حتى بقيها لاستقبال الناخب. بالتوفيق يا فندم، احنا مع حضرتك ان شاء الله لغايه تمام الغلق ان شاء الله. شكرا يا فندم. مع المستشار احمد بيه عبد الجواد رئيس لجنه تاني، رئيس اللجنه العامه لتاني طنطا. صباح الخير يا احمد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. اللجنه العامه لاسم تاني طنطا قوامها 25 لجنه فرعيه، مجهزين سعادتك لاستقبال 192,535 ناخب. من عدم وجود لجان وافدين يا فندم بالدايره نظرا لطبيعه قسم ثاني انه منطقه سكنيه لا تحتاج للجان وافدين، منتظم العمل بكافه اللجان الفرعيه منذ اليوم الاول عند فتح اللجان وفي النهايه بعد انتهاء اخر ناخب بعد المواعيد،
اللجنه لم تشهد اي معوقات في تسيير العمل سيادتك. لم تتلقى اللجنه العامه اي شكاوى من الساده المواطنين. سائر الرؤساء اللجان الفرعيه بيقوموا بالتسيير الكامل على السيد المواطن للادلاء بصوته. تشهد لجنه اسم تاني اللجنه العامه واللجان الفرعيه كثافات كبيره منذ اليوم الاول حتى الان. وفي المجمل سعادتك بتجرى عمليه انتخابات بمنتهى التعاون بين الاجهزه التنفيذيه والامنيه في تسيير حركه المواطنين. وطبعا سيادتك بعد او تحت مظله قواعد الهيئه الوطنيه للانتخابات. شكرا جزيلا معالي الاستاذ احمد بيه، وشكرا وجهد مشكور، ويعني بنوصل شكر الهيئه كلها لحضراتكم جميعا. شكرا فندم. شكرا. معالي المستشار صلاح بيه ابو الفتوح رئيس لجنه العامه مركز الشهداء. صباح الخير يا صلاح بيه. الصوت يا فندم، المايك مقفول. المايك اتفضل. صباح الخير يا فندم. سعادتك انا اللجنه العامه رقم 7 مركز الشهداء منوفيه، عندي 50 لجنه فرعيه باجمالي اصوات 218202 صوت. العمليه الانتخابيه تجري على قدم وساق في مركز الشهداء، الاقبال غير مسبوق، والساده القضاه رؤساء اللجان الفرعيه يبذلون جهد يعني جهد مكبر جدا، لدرجه ان احنا كلجنه عامه بننزل نساعد وننزل نفك الزحامات، وفي تعاون كامل من الاجهزه الامنيه والتنفيذيه طبعا تحت مظله رعايه الهيئه الوطنيه للانتخابات. شكرا فندم. هو فعلا احنا بنتلقى فعلا الشكاوى دي من اول امبارح بشان الكثافات، وان كل الرؤساء اللجان العامه بالامانه يعني بينزلوا وبيعملوا نوع من انواع تنظيم التقاطر للمواطنين، وده جهد مشكور فندم. شكرا. معالي المستشار. نعم. شكرا فندم. معالي المستشار ايمن بيه ممدوح رئيس اللجنه العامه قسم بني سويف. ايمن بيه ممدوح. معالي المستشار محمد بيه عثمان رئيس اللجنه العامه اسم تاني الفيوم. صباح الخير معالي المستشار. صباح الخير يا فندم. اللجنه العامه قسم تاني الفيوم بينتظمها 13 لجنه فرعيه قوامها 132,000 ناخب تقريبا. العمل بيسير بصوره مرضيه جدا، والكثافه مرضيه جدا، والكثافه بتزداد يوم بعد يوم، يعني اليوم الثاني شهد كثافه اكثر من اليوم الاول، ولم نرصد اي مخالفه ولم نتلقى اي شكوى من اي مندوب او وكيل لاي مرشح من السلام. طب شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، ومع حضرتك برضه متابعين حتى نهايه اليوم الثالث ان شاء الله. شكرا جزيلا يا فندم. معالي المستشار عماد بيه عبد الحميد رئيس لجنه المتابعه لمحافظه الدقهليه. الصوت يا فندم، الصوت. الصوت يا معالي عماد بيه. المايك مقفول. اتفضل يا فندم. اتفضل يا معلم. اتفضل يا فندم. صباح الخير يا فندم، كل سنه وصحتك بخير، والزملاء معاليك في الهيئه الوطنيه جميعا بخير وسعاده. الحمد لله سعادتك، احنا هنا في الاهليه عندنا 24 لجنه عامه، 947 لجنه فرعيه، وسيادتك العام في كل مكان الحمد لله رب العالمين بيسير طبعا على قدم وساق، والفضل طبعا ان اولا واخيرا ثم الساده اعضاء الهيئات القضائيه والقضاه على مستوى اللجان الفرعيه واللجان العامه، كل واحد بيقوم بالدور المنوط به بل ويزيد، والحمد لله رب العالمين لم نرصد اي مخالفات ولا اي شكاوى، وكل الجهات هنا ساعات متعاونه جدا في هذا الامر. مع حضرتك ان شاء الله بقى لغايه اما ناخد ان شاء الله تمام الغلق وبيد الفرز ان شاء الله في محافظه الدقهليه. شكرا جزيلا لسيادتك. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لسيادتك. شكرا جزيلا. مع السلامه. مع السلامه. مع المستشار اسامه بيه شمرده الرئيس لجنه المتابعه في محافظه الشرقيه. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير معلم. صباح الخير يا فندم. سامع سيادتك يا فندم. مع سيادتك. معالي أسامة بيه. معالي أسامة بيه. طيب أول ما ممكن طب حامد بيه عساوي رئيس لجنة متابعة كفر الشيخ محافظة كفر صباح الشيخ. صباح الخير يا فندم. اتفضل فندم. ازيك يا حامد بيه؟ صباح الخير. ازيك يا معالي؟ اتفضل فندم. بداية شكر موصول لسعادتك ولجميع الزملاء أعضاء لهيئة الحياة الوطنية للانتخابات على جهدكم المبذول ودعمكم المستمر لنا كلنا على مستوى الجمهورية بداية يعني. يا رب يخليك. وأقول لي معاليك بالنسبة لمحافظة كفر الشيخ،
فيها 14 لجنه عامه اتبعهم 524 لجنه فرعيه منهم 5 لجان للوافدين. والحمد لله لم نحصد اي شكاوى منذ اليوم الاول بالمتابعه مع سيادتك اول باول الساعه بالساعه سوى هي الكثافه فعلا الحضور الكثيف والكثير جدا وخاصه اليوم الاول والثاني. واليوم برضو شاهدنا حضور وان كان ليس بذات الكثافه بالامس لاننا نعمل جميعا ان يكون بذات الكثافه باذن الله تعالى ان شاء الله. ومن خلال سعادتك عايز اقول حاجه معاليك احمد بيه بعد اذنك. عايز نشكر كل اهالي ومواطنين محافظه كفر الشيخ عاملين ملحمه فعلا بمعنى الملحمه الوطنيه بمعنى الكلمه. وده وضع غير مسبوق لمحافظه كفر الشيخ. وانا برضو بتوجه من خلال سيادتك الشكر الكثير جدا لكل زملائنا رؤساء اللجان الفرعيه لما تحملوه خلال الايام دي وباذن الله متحملين طوال اليوم حتى تمام عمليه التصويت. وبرضو ما يفوتنيش من خلال سيادتك ان احنا نشكر جميع الاجهزه سواء الامنيه او التنفيذيه ان الكل فعلا تضافرت جهودهم من اجل التيسير على المواطنين الادلاء باصواتهم في حاله يسر وخاصه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه. بشكر حضرتك على المتابعه وبرضو من كلام حضرتك بكمل انا بشكر كافه مواطني جمهوريه مصر العربيه لمشاركتهم وتفاعلهم الايجابي ونزولهم وان هم بشروا حقوقهم السياسيه وبندعو كافه المواطنين لهم حق الادلاء بصوتهم للنزول والادلاء بصوتهم. احنا مستمرين العمل في اليوم الثالث حتى الساعه 9 مساء وتمكين كافه المواطنين المتواجدين للادلاء بصوتهم. بشكر حضرتك وبشكر حضرتكم جميعا. بالفعل يا فندم ان شاء الله ارصد ومقراتي يا فندم زي ما عليك اطلقت عليه دي حقيقه يا فندم. وتكاتف الجميع للخروج للادلاء بصوتهم ده يعني حق المواطنه. شكرا يا فندم. معالي المستشار ابراهيم بقى عبد الخالق. شكرا يا فندم. معالي المستشار ابراهيم بقى عبد الخالق رئيس لجنه العامه المطريه بالقاهره. طيب عامة احنا متابعين مع حضراتكم ان شاء الله ساعه بساعه الكثافات يعني الحمد لله مرضيه الامور يعني ماشيه في سياق منضبط. كافه الساده الرؤساء اللجان الفرعيه تواجدوا من الصباح الباكر انتظام العمل في كل اللجان الفرعية. بدعوا كافة المواطنين للنزول والمشاركة لحقهم في مباشر حقوقهم السياسية وده حق من حقوق المواطن اللي يجب أن يتمسك به. بشكر حضراتكم المتابعة وهنحيط حضراتكم علما إن شاء الله خلال الساعات القادمة بأي مستجد ومعاكم حتى انتهاء كافة اللجان والغلق وبدء عملية الفرز. شكرا جزيلا للمتابعة. شكرا فندم. شكرا حضراتكم يا فندم. انا بشكر حضراتكم ومتابعة مع حضراتكم.